قال له ابتعدوا عن الدول الدينية وأبعدوا أنفسكم عن الجماعات الدينية داخل السويد وداخل النرويج. فاللي بده يستغل الديمقراطية السويدية والنرويجية حتى يساوي مؤسسات دينية متطرفة هذا خطر على السويد والنرويج وعلى أوروبا وعلينا. لذلك أنا أتمنى أن تكون هذه الرسالة تحملها من سوريا إلى السويد. And in Sweden we have many Syrian refugees, and of course we want to help them back in a matter. نحن نتمنى أن نستقبلهم جميعا ما عدا الذين اغتصبوا وقتلوا. فالذين اغتصبوا وقتلوا يجب أن يحالوا إلى محاكم. أنت سمعت قصة الأخت اليزيدية التي رأت الإنسان الذي اغتصبها وباعها في السوق كيف يمشي في شوارع ألمانيا، فقدمت للبوليس الألماني قالت له هاد اللي باعني واللي اغتصبني. فالبوليس الألماني قال له هذا له حق لجوء سياسي وهو قاتل مغتصب بائع للإنسان. فتصور الديمقراطية كيف تعطى لهذا وكيف يقصف اليمن وتقصف سوريا بحجة كيماوي. لذلك إذا أردتم مراكز إسلامية في السويد أن تنتبهوا إليها نحن مستعدون أن نساعدكم في تغطية هذه المراكز بأناس معتدلين وليس الناس متطرفين. وعلى السويد والنرويج وألمانيا وأوروبا أن لا تسمح لتركيا كحكومة وللسعودية كحكومة أن تفتح مراكز إسلامية وتمولها بال... فالمسلم السويدي هو يمول نفسه وحكومته تموله. فإذا بده يصير مسلم تركي مسلم سعودي يروح على السعودية وتركيا، فبده يجي على السويد بيخضع على القانون السويدي الذي يسمح له بحرية الدين ولكن ألا يؤذي غيره وألا يجمع أموال في المساجد السويدية ويرسل ثمن سلاح إلى سوريا. فقد جمعت أموال في السويد باسم المؤسسات الخيرية واشتري بها أسلحة وأرسلت إلى سوريا. والذين يغرر بهم هو هؤلاء الشباب الجيل الصغير يغرر بهم كثيرا. فأرجو أن تنتبهوا إلى ذلك. فنحن ذقنا الألم، نحن نؤمن بأن في أوروبا ديمقراطية ولكن الشعب السوري رفض هذا القضية، قال إن أوروبا ليست ديمقراطية. أول محاسبة الإرهابيين الذين هاجروا إلى أوروبا محاسبة حقيقية. وبالأمس ترامب كان صادقا جدا، قال إن الدول التي ساهمت في تدمير سوريا يجب أن تساهم في إعادة أعمار سوريا. فقد دفعت دول الخليج وبعض دول أوروبا ما لا يقل عن 800 مليار دولار لتدمير سوريا. نحن الآن أعطونا نحن من عمر سوريا وألغوا المقاطعة ولتعد كل السفارات بس ألغوا المقاطعة لنعيد الشعب السوري 23 مليون إلى بيوتهم خلال سنتين. ما عدا هال 50 70 ألف 100 ألف أوروبا قالت ألمانيا قالت 350 ألف إرهابي، أنا لا أعتقد منهم في حدود 100 ألف سوري و250 ألف من خارج سوريا جرى عنا. فهل 100 ألف سوري الإرهابيين اللي كانوا في سوريا واللي قتلوا ناس هذول يحالوا إلى محاكم ويكون فيها قضاة دوليين هن اللي يحالوا؟ لبنان جمعت من تحت رأس اللاجئين أكثر من 11 مليار دولار أخذتها من الأمم المتحدة وبعض الدول، والأردن صار أخذ أكثر من 12 مليار صارف على اللاجئين 3 مليارات. فاللاجئين صاروا كيس يعني خارجية مشان I know that US and France and UK don't act wisely, but I think in those countries the citizens are beginning to understand the real truth about the situation. المواطن الأوروبي مضلل إعلاميا. But I think in Europe especially there are new winds and new parties growing stronger that will raise those questions. زارني الحزب الألماني اليميني زاروني من مدة شهرين ونقلوا هذه الأفكار. فقامت الصحافة الألمانية والحكومة الألمانية بالوقوف ضدهم. فقالوا النواب الألمان قالوا خلي يجي سماحة مفتي سوريا ومعه مطران ونستمع إليهم. الحكومة الألمانية والصحافة الألمانية رفضت لأنه عم يتمولوا من جهات. يعني هلأ هو يدعيني للبرلمان السويدي 20 صحيفة مرتبطة إما بأمريكا أو بالإسلاميين أو بالسعوديين ترفض مجيئه إلى السويد بحجة حرية الصحافة أو حرية الرأي. فحرية الرأي فقط يسمع رأيا ولكن لا يسمع رأي آخر، لأنه لو بدي أجي أعطي رأيي ما بسمحوا بإعطاء. فيلتمان نائب الأمين العام للأمم المتحدة أصدر قرار من شهر بعدم إعادة إعمار سوريا. الأمم المتحدة تصدر قرار بعدم إعمار سوريا ليه؟ لأن القانون الدولي قائم تحت مظلة الولايات المتحدة الأمريكية. هل قصفت أمريكا سوريا مرتين
بموافقة من الأمم المتحدة؟ هل اليمن يقصف موافقة المنظمات الدولية؟ لماذا تصمت المنظمات الدولية الآن؟ I hope in the future that the Western countries could cooperate with you fighting the evil. أنا أتمنى ذلك.